ارتفعت أسهم سفيان أمرابط بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبات واحداً من أهم الأسماء المتداولة قبل الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه اللافت مع منتخب المغرب خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، وقيادة بلاده إلى الوصول لنصف النهائي في إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق، حيث ارتفعت القيمة الحالية لأمرابط لتصل إلى نحو 25 مليون يورو وفقاً لموقع ترانس ماركت العالمي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، وهي أعلى قيمة في مسار اللاعب، غير أن التقديرات تشير إلى أن قيمة انتقاله قد تصل إلى 45 مليون يورو في حال تمت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأبدى نادي فيورنتينا الإيطالي تمسكه بخدمات المغربي سفيان أمرابط وعدم استعداده لتسريحه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من العروض المغرية التي وصلته من أكبر الأندية في القارة العجوز، خاصة من الدوري الإسباني والإنجليزي. نادي فيورنتينا بدأ يفكر جديا في تفعيل بوند في العقد يتيح للنادي تمديد الارتباط بينهما إلى سنة إضافية، أي عام 2025، مقابل امتيازات مالية إضافية، مع العلم أن العقد الحالي الذي يربط بين الطرفين سينتهي في 30 يونيو 2024، ولا ينتظر النادي سوى عودة اللاعب من عطلته بالخليج العربي من أجل إتمامه. كما كشف النادي الإيطالي عن دخول ناديين من الدوري الإسباني الممتاز على خط التفاوض مع أمرابط كإشبيلية وأتليتيكو مدريد. وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام فريق سان جيرمان الفرنسي أيضا بخدمات النجم المغربي. صحيفة روتوميركاتو الإيطالية ذكرت أن النادي الباريسي دخل بقوة على خط صفقة أمرابط مستعينا بزميله في المنتخب أشرف حكيمي، الذي قد يقنعه فعلا بارتداء قميص فريق عاصمة الأنوار. وكان فيورنتينا قد ضم النجم المغربي وقد فرض نفسه واحدا من العناصر الأساسية في خط وسط الفريق الإيطالي منذ أول موسم معه.